الو، اتفضل. السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم السلام شيخ ورحمة الله وليد. وبركاته. ازيك يا ابو العباس؟ هلا وهلا. شلونك شيخنا الغالي؟ الله يعزك، الله يبارك فيك. تفضل يا ابو العباس. ابتداء هاي حلقتك اليوم من الحلقات الرائعة والممتازة، والتي أشعر أنها تفيدني أفضل من حلقات حميدة ونرجس وهاي الأمور التعبانة. هذه الحلقة جدا مهمة. الحمد لله، واحنا عايزين رضاك كما عايزين رضا المهدي كده يا ابو العباس. لا العفو، احنا اخوة ان شاء الله، ما بيناتنا زعل ولا بيناتنا شيء، احنا اخوة ان شاء الله. اتفضل شيخ وليد. اني ابتداءً وبعدين ارجع لك. ابتداءً اضم صوتي وتساؤلاتي وعلامات الاستفهام معك. نعم. انا كشيعي والله ما تكلمت انت الا ما في قلبي. نعم. انت نعم ركعاني شيعي اثني عشري، اؤمن بالأئمة الاثني عشر، معك انا، ولكن هاي اسئلتك حقيقة لا نجد معمما او مجتهدا او عالما يتحدث لنا ويجيبنا باجابة علمية وليست اجابة طائفية ومتخلفة. أيوة. الإجابة علمية كون تقنعني وتقنع غيري، مو تعال أنت أؤمن حشاكم وحش السامعين مثل الحمار، اسكت أؤمن ولا تناقش، ما يصير هالشكل. لازم هاي الفكرة يكون إنسان، يعني إذا كان إن شاء الله مو أنكرها، اسمح لي ابتداء مو أنكرها، ولكن كيف أجيب عن أسئلتك الآن؟ أسئلتك كلها في محلها. نعم. كيف أجيب عنها؟ نعم. هذه ابتداء، هاي ابتداء. الشيء الآخر شيخنا، أنا بالنسبة لي كشيعي عندما بديت التفكير، مو شيعي يعني أنا ولدت من بطن أمي أنا أفكر وأنا معتقد بصحة عقيدتي، لا. أنا الآن كشيعي كمفكر أهتم سوى يعني حقيقة كشيعي أهتم بتاريخ الرسول صلى الله عليه وآله ابتداء ودعوته ورسالته وبعثته ووفاته إلى آخره، وأهتم بتاريخ علي وشخصيته وتاريخ فاطمة عليها السلام وشخصيتها وخصوصيتها وفضائلها وتاريخ الحسين فقط. أما الآخرون هم على رأسي على العين والرأس، ولكني لست متعمقا في تاريخهم في حياتهم في سبب وجودهم. يعني أنا كثير مرة يمكن إذا تتذكر سألتك طرحت سؤال، ما انت كده انت كده خدتها حته بعيده قوي، يعني انت كده تسلسلت تسلسل جميل، ما فيش مشكله منه، الحمد لله رب العالمين. نقف بقى هنا، لان انا بصراحه مش عايز اعرف قصه حياتك، انا اللي عايز اعرفه في الموضوع نفسه. يعني انت حضرتك انت تساؤلاتك هي تساؤلاتنا، ومحتاج حد فعلا يجاوب على التساؤلات دي اجابات عقليه وليست مريخيه وليست كلاوات، ما يكونش كلاوي. مو كلاوي كلاوتشي. تمام. شيخنا ما هي بالمصري بقى، احد الاخوه بقى سامحونا بقى، يعني العراق خلاص كده ولا حاجه. شيخنا صدقني انا كشيعي والله، بس شيعي عندي عقل استخدمه. يعني احد الاخوه يقول لابد من وجود الامام حتى يحل المشاكل، حتى ما تصير فرقه، حتى كذا، حتى سألت نفسي أحد الأئمة، يمكن الجواد أو الحسن العسكري كان عمره قصير 28 سنة، من هو الجواد أو الحسن العسكري؟ نعم. قلت هو إذا شاب 28 سنة أحد الأئمة، سما أعرف منه بالمئة بالمئة، لو الحسن العسكري لو الجواد مات وهو صغير. العسكري. قلت ماذا فعل في هذه الفترة الصغيرة؟ نعم. الحسن العسكري عليه السلام. نعم. قلت هالفترة ماذا فعل الأمة الإسلامية؟ ماذا قدم للإسلام؟ ما هي الأمور التي أنا أحكي أمور مادية، ربما هناك أمور غيبية الله يعذرني عليها، أنا لا أعلم، ولا يحاسبني لا يحاسبني الله على شيء لا أعلم ولم تصلن الحجة به. أنا أتكلم عن الوقائع التاريخية، ما الذي فعله الأئمة الثاني بس بهالفترة القصيرة، ما الذي فعله للإنسانين؟ طب خلينا من بداية يعني خلينا في موضوع ماذا فعل الأئمة دلوقتي، وخلينا في مسألة ما هو السبب الحقيقي لاختفاء مهدي الشيعة. انت شايف ان مهدي الشيعة بالفعل اتولد وغاب ولا لسه ما اتولدش؟ يعني انت مقتنع ان هو اتولد وغاب ولا لسه ما اتولدش؟ هاي المقدمة كلها راح اربطها بسؤال الحلقة اليوم. انا راح ارجع لك لسؤال الحلقة اليوم.
أقول نعم. إذا هو إمام وموجود وكذا وأنا ما أشوف إلى أثر يعني حقيقة، ولا تجي هما ترجع وأقول لك كلاوتشية تجاوبوني بأسكت وهذا إمام واجب الطاعة. أدري واجب الطاعة على عيني وعلى رأسي، ما الذي ما هو إنجازاتهم؟ إيش قدم إنه؟ شنو اللي قدمه إنه؟ أنا أسأل روحي هاي العلم. هو مش واجب الطاعة، يبقى في أمر حتى أطيعه فيه. يعني دلوقتي ما أقول لك إيه، الإمام واجب الطاعة، يبقى لابد للإمام أن يكون له أوامر حتى أطيعه فيها. طب ازاي اطيعه اصلا وما لهوش اصلا ولا نواهي؟ شطيع، انا شطيع، وعلى حكايتك الساعه عندي 10,000 مرجع. انا يا مرجع اطيعه، كل مرجع عنده فتوى، كل مرجع عنده اتجاه، كل مرجع نعم. عنده راي، المن اطيعان. نعم احسنت، شكرا لك يا ابو العباس. بالنسبه الاخرى ارجع للفكرتي الاخيره، فكرتي الاخيره سلربما تجد استغراب فيها، قد تجد استغراب. يعني انا هيك فد شيء هسه لو تقول لي ما هو دليلك اقول لك والله ما ادري، فد احساس اطمئنان نفسي، انا اشعر اكو فد حجه. يعني بص يا ابو، يكون مش مساله ان انا نفسي المهدي. او ان انا بقول او ان انا حاسس والكلام ده، انا بس عايز اسالك سؤال يا ابو العباس واختم بيك، وانا عارف ان انت راجل محترم. تمام، هي ليه الفرخه ليه الفرخه الشيعيه بتقول الحسين قد قتل؟ ليه بتقول لي مين؟ بتقول لي الإنسان ولا بتقول الفراخ اللي زيها؟ العفو ما سمعت مين يا فرخ. عندنا معمم بيقول لك إن الفراخ كانت بتناد وتقول الحسين قد قتل، الحسين قد قتل، كاك كاك، الحسين قد قتل. تمام، هي بتنبه يعني مثلا الفراخ على قتل الحسين ولا كانت بتعمل إيه؟ هسه هذا خيولي، اكو فد آية قرآنية، لو نرجع للقرآن الكريم يقول فما بكت عليهم السماء، هي السماء تبكي؟ لا لا، السماء ما بتبكي. أنا شنو تأويل الآية؟ لا السماء ما بتبكي، هنا المجاز، ولكن هنا أنا عايز أسألك يعني في فرخة بتقول الحسين قد قتل، طب بتقول لي مين؟ يعني بتقول لنا احنا كبشر ولا بتقول لي مين؟ وما من طائر الا امم امثالكم، يعني ايوه ما امثالنا يعني هو معلش معلش يعني هي بتقول لي مين؟ ما هي بص، لكل شيء حكمه وفائده، لكل شيء حكمه وفائده، صح؟ طب انت سمعت نعم. الفرخه دي في يوم من الايام؟ لا والله انا بس يعني ما انكر هذا الشيء، بس انا ما سامع. طب يبقى اسمعها من المعمم اللي بيقولها بطريقه جميله قوي والله، بسمعها منه وبرد عليها بكره ان شاء الله. سامع اشكال والوان انا شيخ وليد، مو بزني بس ما يطبن عقلي، قبل كان انا يطبن عقلي بس هسه من قمت اشغل عقلي بعد ما يعبرن عليه. الله، طب هو يجوز قتل الفرخه ديت؟ يجوز ذبحها الفرخه دي اللي بتقول لك الحسين قد قتل؟ يجوز قتلها وعملها كفته. شكرا لك يا غالي، شكرا لك. في امان الله. مع السلامه. في امان الله. مع السلامه.